فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: ومنه قوله في سورة العصر: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم، الذين آمنوا. الله جل وعلا قال في سورة العصر: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فوصف الإنسان كله، جميع أجناسه، عربا وعجما وأحرارا وعبيدا وذكورا وإناثا وملوكا وصعاليك وأغنياء وفقراء، بأنهم في خسار، إلا من اتصف بأربع صفات: الصفة الأولى الإيمان، الصفة الثانية العمل الصالح، الصفة الثالثة التواصي بالصبر، التواصي بالحق، التواصي بالحق. وهذا هو الأمر بالمعروف، هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الصفة الرابعة الصبر على ما ينالهم في مقابل ذلك من الأذى والمشقة، إنهم يصبرون على ذلك. فمن اتصف بهذه الصفات الأربع فإنه ينجو من هذه الخسارة المحققة. والشاهد الأخير، الشاهد أنهم تواصوا بالصبر بالحق وتواصوا بالصبر، فهم ثبتوا على الحق وأمروا غيرهم بالثبات عليه، ونهوا غيرهم عن العدول عن الحق، وأوصوا بالصبر، لأن الذي يأمر وينهى لا بد أن يتعرض لمشقة وأذى، كما قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فالذي يأمر وينهى ويدعو إلى الله لا بد أن يقابل بالأذى وما يفعله نحوه الفساق والجهلة من القدح والذم أو النيل باليد أو حتى بالقتل، فيصبر على ذلك.